حزب الاستقلال اليوم خدا قرار المجلس الوطني ديالو وكان قرار واضح بان اراده في المشاركه في الحكومه، ولكن مع الاسف نقولها هذا العمل في اخر المطاف العداله التنميه اللي تراسات الحكومه ما دخلتناش في الاغلبيه ديالها، هذا واقع. ولكن حزب الاستقلال بحكم ان الاجهزه ديالو لم يتم جمعها من اجل اتخاذ قرار معاكس فبقينا ما بين المعارضه والاغلبيه، هذا موقع غير واضح وتيخصنا الوضوح، واللي غيوضح هذا الموقع كما ذكرت هو المجلس الوطني للحزب اللي هو اللي عنده السلطه التقريريه، وبالتالي هاد المنتخبون اللي طلعوا من الاقاليم والجهات ومن الروابط الى اخره هما اللي غيتاخذوا القرار. اننا ديمقراطي وانا لا انفرد بالقرارات، القرارات فهي سيتم اتخاذها من طرف المؤسسات ديال الحزب، والمؤسسه التقريريه اعلى مؤسسه تقريريه هي مؤسسه المجلس الوطني.